في هذه اللحظات كابتن مجدي عبد العاطي، طبعا احد النجوم الكبار والمدرب العام لفريق الانتاج الحربي. كابتن مجدي برحب بك في البدايه، وعايز اخد من حضرتك رايك في هذه المباراه وكيف استعديت لهذه المباراه. اهلا وسهلا بيك، وتحياتي للكابتن ميدو وكابتن ربيع وكابتن عادل. مباراه بالنسبه لنا طبعا مباراه مهمه، ان الاهلي اعتقد ان هو بيسعى ان هو يعني ينهي بطوله الدوري العام بشكل يعني قبل نهايته بفتره. احنا الحمد لله يعني عاملين نتائج لحد ما بالنسبه لنا ايجابيه، عايزين نستثمر الحاله المعنويه والنفسيه اللي اللعيبه فيها، ونقدر نعمل ان شاء الله نتيجه ايجابيه النهارده قدام النادي الاهلي، ونكمل بقيه مبارياتنا. لان احنا كمان الحمد لله المباراه اللي فاتت حطتنا في مكان كويس في الجدول، نتمنى ان احنا نكمل عليه ونروح لابعد من كده ان شاء الله. عملتوا بعض الاضافات في شهر يناير، واعتقد كان مضيفين بالنسبه لكم بشكل جيد جدا وايجابيين بالنسبه لكم، بتحديد اللاعب خالد قمر. شايف الاضافات اللي تمت لفريق الانتاج الحربي ازاي، وخصوصا فيما تبقى من مباراه بطوله الدوري؟ الحمد لله الاضافات اعتقد ان هي كانت مميزه بالنسبه لنا، وكان ليها دور معانا في تكمله سلسله نتائج الدور الاولاني. كان عندنا يعني رحيل نجم بقيمه عمر السعيد، وكان بينافس سعيد على هداف الدوري. كان غريب شويه ان انتوا توافقوا. غريب، احنا الموضوع يعني اتكلمنا فيه اكتر من مره في الميديا، واتكلمنا على ان عمر سعيد كان متبقي له 6 شهور في عقده، كان هيمشي في نهايه السنه فري. احنا اخذنا مقابل مادي وجزء من نسبه بيعه، واخذنا كمان مركز كنا محتاجينه اللي هو احمد العش. كان لازم بعد رحيل عمر سعيد كان لازم يبقى في حد بقيمه وحد يقدر يقوم بنفس الدور اللي كان بيقوم بيه عمر السعيد. الحمد لله كنا موفقين، كابتن مختار ومجلس اداره كانوا موفقين في اختيار خالد قمر في الدور ده، والحمد لله بيأدي بشكل مميز جدا، احرز 4 اهداف في 5 مباريات. وكذلك شرويدة ومحمود حمادة وجيم ستدي ويوسف علاء ومحمد عضل، كل اللعيبه اللي احنا ضمناهم بين الدورين الحمد لله لهم دور معانا، ولو ممكن في بعض اللعيبه منهم لسه ما شاركوش، لكن ان شاء الله الفرصه جايه. والاضافات اللي احنا ضفناها الحمد لله على قد امكانيات الفرقه وعلى قد متطلبات التيم اتحركنا، والحمد لله يعني ضمنا اللعيبه اللي احنا محتاجينها. مباراة النهاردة الاستراتيجية بالنسبة لكم هتشوفوها ازاي؟ هنشوف مباراة مفتوحة ولا هنشوف تحفظ دفاعي من قبل فريق الانتاج الحربي؟ سؤال غير معتاد بس يعني بحاول اعرف منكم. لا، هو بالتاكيد يعني لو لعبت قدام تيم النادي الاهلي بشكل مفتوح اعتقد ان انت ممكن يعني تتعاقب. تيم النادي الاهلي بيمر بمرحله اعتقد ان هي من الفرم الهائله اللي وصل لها كل لعيبه النادي الاهلي، بيلعب بالموجود ايا كان بديل او بيشارك بصفه اساسيه بيبقى جاهز ومستواه بيبقى قريب من اللعيبه اللي بتلعب بشكل اساسي. بالتاكيد احنا مش هنلعب جيم مفتوح النهارده، مقفلين نص ملعب بشكل كبير، بنلعب على زون وبنشتغل على المساحات اللي ممكن تكون موجوده خلف ديفنس النادي الاهلي في حاله الاندفاع الهجومي بالنسبه لهم. انتوا دلوقتي بتحتلوا المركز السادس برصيد 36 نقطة، طمعانين في أكتر من كده؟ بتطمحوا المركز الرابع عشان المشاركات الأفريقية؟ بالتأكيد، رغم إن برضو النادي الأهلي يعني بيعزف منفرد شوية، لكن من المركز من الثالث لحد السابع ما أعتقد إن المباريات قريبة والنتائج كمان قريبة. شوف النهاردة سموحة بتعادل مع الرجاء، الإسماعيلي بيتعادل مع طنطا لسه خلصان حالا، كل الفرق أعتقد إن هي قريبة من بعض، خاصة كمان ان الفرق اللي بتنافس مش بعيد عن الفرق اللي هي في المنطقة الامن. الوصول بالنسبة لنا للمكان ابعد حق مشروع، وشايفين ان هو حق يعني حلم مش بعيد، يعني نبتدي من النهاردة. المباراة اللي فاتت كانت بالنسبة لنا مباراة صعبة جدا، مباراة الاسيوطي كانت زي ما بيقولوا عنق زجاجة، ان احنا نبعد عن الاسيوطي شوية في الترتيب، وكمان نوصل للفرق المقدمة من المقاولين وامبي وسموحة. النهاردة ان شاء الله لو ربنا كرمنا باذن الله وقدرنا نعمل نتيجة ايجابية هنروح كمان لابعد من كده، وممكن نبقى المركز الخامس. نتمنى ان شاء الله النهاردة التوفيق للافضل، وان شاء الله اللي جاي باذن الله يكون بالنسبة لنا موفقين فيه باذن الله.
اشكرك كابتن مجدي، وبخلاف مباراه النهارده اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه. ده كان لقائنا مع الكابتن مجدي عبد العاطي طبعا المدرب العام لفريق الانتاج الحربي قبل دقائق قليله من انطلاق هذه المباراه الهامه جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. اكيد نتمنى كل التوفيق للفريق النهارده، الجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله يقدروا يحققوا طموح الجماهير وحصد 3 نقاط في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي.